السلطات البيضاء تمنع مسيرة احتجاجية ضد غلاء الأسعار. منعت سلطات الدار البيضاء أمس الأحد مسيرة احتجاجية ضد غلاء الأسعار، والتي سبق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن دعت لها. وحسب ما عينت مصادر، فقد تم منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها CDT من طرف سلطات مدينة الدار البيضاء على الساعة 9 من صباح أمس الأحد، ورفع المحتجون قبل فض وقفتهم من طرف السلطات الأمنية من قبيل علاش جينا واحتجينا، المعيشة غالية علينا، عايشين عيشة مقهورة، منددين بغلاء المعيشة بسبب غلاء الأسعار، ومطالبين الحكومة بإيجاد حلول عاجلة لوقف هذه الأسعار الكارثية التي تضرب المغاربة حسب قول المغاربة.